قريتي هذا؟ سمعتي؟ سمعت ان في ناس عندهم كثير اعتراض ان عرض في السفاره الفرنسيه في القنصليه الفرنسيه، لكن هم انا لم اختار يعني في بدايه هم طلبوا ان هم يعرضون الفيلم. وانت وافقتي؟ وافقت لان يعني الفرنسيين معروفين ان هم يشجعون السينما في كل بقاع الارض، يعني عندهم مكتب للسينما الاجنبيه تشجيع للسينما، وهذا شيء جيد ان انا يعني ان في اهتمام بهذا الجانب الحضاري. وبعدين انا ارى من باب يعني انا بالعكس احس ان شيء جيد ان احنا نتواصل مع الثقافات الاخرى، ما فيها شيء يعني انا ما عندي شيء في مجتمعي اخجل منه، بالعكس انا اروح واتكلم عن مجتمعي مع فرنسيين مع المان يابانيين امريكان، ما عندي اي مشكله، بالعكس احس ان انا اكسب احترامهم، اتكلم واذا كان عندي مشاكل في مجتمعي تجيب لي مجتمع في الدنيا ما في مشاكل، ما فيها شيء، اهم شيء ان احنا ندرك ان احنا نتطور، احنا مجتمع يتطور، مجتمع غير ثابت، وهذه حقيقه يجب ان يدركها الكل. وشلون راح يدركونها اذا احنا قصرنا في ان احنا نثبت ذلك؟ هل تعتقدين ان الفرنسيين تبنوا فيلمك نساء بلا ظل؟ ليش يتبنونها؟ يعني عارضينه عندهم حتى قبل ما تنتهي الترجمه ما في الا نص مترجم. لا هو مش تبني، هم اللي طالبينه مش انت اللي عرضتيه. لا هو مش تبني، هو تشجيع للثقافه، يعني هم بس مش افلام، يعني هم عندهم نادي الثقافه، نادي اصدقاء الثقافه، يستضيفون شعراء وكتاب، ويعني محاوله للتواصل مع الثقافه اللي هم الحين كقنصليه يتواصلون مع هذا الشعب اللي هم عايشين، يبون يتعرفون عليه ويتعرفون على حضارته، وهذا شيء جميل مفروض يتشجع، يعني ما في عندنا بالعكس تواصل مع الثقافات الأخرى كويس. طيب ظاهرة صحية. الفيلم هيفا ناقش قضية المرأة في المجتمع السعودي، علاقتها بالرجل، الإشكاليات الثقافية والفكرية حول هالقضية وقضايا، موقف الدين من قضايا المرأة، وهذه كلها قضايا هناك من يرى أنها قضايا سعودية. اللي كانوا يعترضون على الفكرة يقولون لما أنت تناقشين قضايا عند الفرنسيين قضايانا، يعني انت تبي تساعدين الفرنسيين عشان يحلون قضايا، يعني تستعينين بالفرنسيين عشان يحلون قضايانا؟ لا مش هذا، محاولة تدويل مشاكلنا يعني؟ لا مش محاولة تدويل مشاكلنا على الإطلاق، بس انت يعني محاولة ان هم يتعرفون على المجتمع اللي هم يعيشون فيه، انا بالنسبة يعني ما بيتكلم عنهم، بس هذا هو محاولة للتواصل معهم. وبعدين احنا لما نتفرج على الافلام الامريكيه الحين صرنا حافظين المجتمع الامريكي، تعرف ايش متى ياخذون غداهم، متى يعني خصوصيات المجتمع الامريكي. احنا اخذناها من هوليود، ما جت الجو يعرضونها عندنا بالقنصليه السعوديه مثلا في واشنطن. لا هم يعني في كل مكان تروح تلاقيها الافلام الامريكيه، الافلام الامريكيه تحت بيتنا، احنا عندنا مكان اروح اجر منه، يعني وصلت لين عندنا، ما احس انه في ليه يعني ما هم ما عندهم هذا شكل من اشكال التواصل في تقديرك يعني؟ طبعا ما فيها شيء يعني. مش معناته ان انا عندي هم سعودي ان انا هذا ان انا اداري على هذا الهم، ما فيها شيء، اذا ان انا احاول ان انا اجد حلول له، بالعكس ما احس انه شيء كويس انه يكون، ما في شيء اخجل منه. جميل. طيب تقولين في تصريح لإحدى الصحف أن رسالة فيلم نساء بلا ظل التي يحاول التركيز عليها هي الإشارة إلى أن هناك جهودا مختلفة تسعى لإحداث تغيير في وضع المرأة في هذا المجتمع، وعلى المرأة أن تستغل هذه الجهود وتتواصل معها. أول شيء وش هي الجهود؟ ومن وين تجي هالجهود؟ يعني اللي تسعى لإحداث تغيير في حياة المرأة، تغيير في تغيير، يعني انت لو تفتح اي جريده كل يوم تلاقي فيه، حتى في محاولات لفتح معاهد مهنيه للمراه، محاوله اللي يعني في اصبح في ابواب تفتح للمراه من جهود مختلفه من مؤسسات المجتمع ككل. جميل. لكن المراه احيانا تحجم عن انها طيب. تغني. قبل شوي انت تقولين انا من خلال كوني مخرجه لا اريد ان افرض رايي على الساده المشاهدين، صح؟ الان انت تقولين على المراه مشاهدين على واجب أن تستغل هذه الجهود وتتواصل معها. طيب ليش ما تتركين لها الخيار؟ تبي تستغل الجهود تستغلها، ما تبي تختار اللي هي إيه، أنا تركت لها الخيار، بالعكس يعني حتى في نهاية الفيلم كنت أقول أن في أنوار في طريق المرأة، وأن المرأة هي الوحيدة التي تستطيع أن تغير يعني تجعل من هذه الأنوار شموس. فما
يعني ما عليك من الصياغة الصحفية اللي هنا يعني. مش هذا الكلام اللي أنت قلته. لا أنا قلته أكيد، بس يعني مش فرضا يعني. في الفيلم لو شفت الفيلم ما كان يفرض كثر ما هو يعني يقترح يعني. المخرج يفرض علينا أن نتوقف مع فاصل قصير. هيفاء، فاصل قصير أيها الأخوة، نعود بعده لمواصلة حوارنا في إضاءة مع المخرجة السعودية هيفاء المنصور، فابقوا معنا.